ديالنا داكشي اللي كنقدموا للزبناء ديالنا هو اساسا مبني على الرقمانيه. واظن انه الشباب ديال اليوم متوجهين لهذا الشيء ديال كله رقماني، وهذه حاجه طبيعيه انه يتوجهوا لنا. حنا فخورين انه يكون عندنا بزاف ديال الزبناء عندهم اقل من 40 سنه، اظن انه اكثر من 60% ديال الزبناء ديالنا عندهم اقل من 40 سنه، وهذه حاجه كنفتخروا بها. معلوم انه هذا التمييز ديال السياج بون كيجعلنا انه نكونوا حاضرين حاضرين بقوه في المواقع الاجتماعيه، ولكن ما كنكونوا حاضرين بقوه في المواقع الاجتماعيه عندنا مسائل سلبيه وعندها مسائل ايجابيه، والحمد لله حنا كنتعاملوا مع هذا الشيء.